مساكم الله بالخير والرضا والعافية. والدي الله يرحمه ويغفر له كان ما في شيء اسمه إجازة في قاموسه، ما في شيء إجازة، ما في إجازة. كانت الإجازة عنده يستمتع بالإجازة بوجوده مع الجنود المستجدين والضباط المرشحين في البحرية السلطانية العمانية. فكنا احنا نستمتع نتريى الإجازة متتي مالت المدرسة عشان نروح عند أبونا صبح. كان يطلع من الخضرة يوميا بعد الفجر حر السيارة على ودام الساحل، فكنا نستمتع لما نشوفه يدرب الجنود ويعلمهم هذاك الصوت الفخم اللي يهز يعني الميدان هز، والناس اللي تدربوا مع الوالد واللي تخرجوا من عنده هم يشيدوا بهذا الكلام. وفي ناس ما شاء الله الآن وصلوا وتوقع عقدة. خلال الشهر الماضي كنت مع مقدم يقول دربني أبوك، وقبلها حصلت في السيتي عقيد في البحرية يقول دربني أبوك. فبالتالي سيرة طيبة، وهذا غير طبعا الجنود المستجدين وغير اللي طلعوا من البحرية وعملوا تجارة وأصبحوا تجار وأصبحوا أصحاب مشاريع. يذكرون حمد مبارك المخيني مدرب المشاة اللي دربهم، فكان اللي يميز الوالد الله يرحمه كان حنون معاهم أكثر ما هو مدربهم. فإذا قسى عليهم في الميدان بعد الميدان بعد ما يخلص التدريب تلقاه معاهم في السكنات يتغشمر معاهم يمزح معاهم يخفف منهم تعب العمل. فهذا الشيء اللي أقول لكم يا أنا ماني سمعته منهم وإنما شفته من خلال الإجازات اللي نقضيها مع أبوي رحمة الله عليه. فكنت وايد أفرح لما أشوف الجنود بعد ما يتخرجوا اللي جاي بتكرمون نعال، كرتون في نعال لأبوي هدية، واللي جاي بالعطر واللي جاي بالقطعة قماش واللي كل واحد جاي بهدية، يعبرون عن حبهم وفرحتهم بالتخرج. وأول شخص يشاركون هذه الفرحة كان هو والدي رحمة الله عليه. نسأل الله أن يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة، قولوا آمين. الكابتن عماد الحوسني هذا الرجل الخلوق، الكابتن الخلوق اللي مثل عمان ما شاء الله، كان جندي مستجد عند الوالد رحمة الله عليه. فهو يعني حتى عماد تأثر كثير بوفاة والدي، فأول حتى ما سمع خبر الوفاة كان أول واحد موجود في بيتنا، أول واحد من حبه الشديد لوالدي رحمة الله عليه. فعماد الحوسني كان جندي مستجد مع الوالد، فكان الوالد وايد يهتم بعماد وايد يشجع عماد. طبعا عماد بعدين ترك العمل العسكري واتجه للرياضة والاحتراف الخارجي. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.